تحدي جديد، يلي بيطق البوالين أسرع واحد هو الفائز. يلا نبلش. واحد، اثنين، يلا. لي ما اعرف فايزة، لي ما اعرف فايزة. ليان ليش ما عملتي يا ليان؟ برافو ليمار، برافو. لسه في لسه. لا خلص بس هدول. إذا الفائز معنا أنا. لا أنتي خسرانة. شو هاي؟ يلا عبود يلا. وهلا مع التحدي الثاني، شو هو يا ليان؟ طبق الكاسات العشرة بس مشان ما يوقعوا، ايه، ونجيب بالونة ونساوي هيك، لازم نطبقهم. يلا وين ما بصير. ليان برافو عبود. لا ليان غشاشة، يلا برا. برافو عبود هو الفائز. ثاني وحدة، ثاني وحدة لي مال. انتي غشاشة. لا يا مال غشاشة. من غشنا فليس منا. كيف انتي غشيت؟ لا خلصت. هلا التحدي الاخير، يلي بيخلص شرب الكاسات الخمسة اول واحد هو الفائز. هو الفائز. لحظة بس قول ثلاثة تنطلقوا، بتسموا بالله وبعدين بتبلشوا، اتفقنا؟ يلا واحد، اثنين، ثلاثة. تبهي يا ريمار. عدي. لا هيك هيك ما بيمشي الحال. خلاص. شوي شوي. هيش وين مدى السنتين؟
لا انا عم تاكلي ايس كريم ماما. لا شوي شوي راح يصير دوخة. ما لا بحكيني والله بتشردق. برافو ريمار، خلص وقف عبد الرحمن. المركز الثاني. ولي انا شوف الشاشة، حط التاج تحت عشان تكون أول وحدة، طلع أنا ما بشبوي. كشفتك. ماما وأنا والله ما أسبح. ماما والله ما أشرب للساعة 4 الفجر. الحمد لله. خلص عبود المركز الثاني. المركز الأخير. وهذه الغشاشة. خطيرة مرة. غشيت مراحل. انا اي تحدي حبيته كثير ويا ريت ما نعملها. عم بقول لك اي تحدي حبيته انت بتقلي له جواب ثاني. انت عجبنا ولا تحدي؟ اول تحدي احسن واحد. انا اكثر عبد الرحمن اي تحدي؟ انا اكثر تحدي حبيته ولا تحدي اخي راسي والله جت الدوخه بالبوي اخي بطني ما مجنون سبب الاسعاف والله عزيز. Bye bye. Bye bye.